اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من حلقات برنامجكم فطور البسطاء. فطور البسطاء هو برنامجكم الانساني والاجتماعي لليوم، عودناكم من خلاله اننا طيله شهر رمضان كندقوا باب المسكين والمواطن المغربي البسيط، فئه او لا طبقه اللي احنا كاملين منها، واللي هي قناه هذه قناه القرب وقناه الشعب. شفت في كتفقد احوال الناس وكتشوف فطورهم وكدير حياتهم. اليوم معايا قصة ديال شاب، انا غنقول عليه شاب لانه تغصب في الحياة ديالو، كان صحيح مزوج عنده وليدو حياته غدا مزيانة بالليلة ونهار، وبسبب اكسيدون غادي يلقى راسو لتة حميدة ما كيتحرك فيه والو غير العينين. هاد القصة اللي غادي نسمعو هي قصة كتخليك تفهم على ان الدنيا اختي نعيمة ما مساويه والو، الدنيا كدور والصحة هي كلشي، واللي عنده صحته يحمد بها الله. مرحبا بك نعيمة، كدرتي انت الزوجة ديالو؟ ما معناش امين لانه ظروفه الصحية صعيبة بزاف وما بقاش كيقدر يهدر ولا يتحرك. خلينا نعيمة، كيفاش وقع هادشي؟ الحمد لله على راجلك، كيفاش خديتي؟ كيفاش كنتو عاديين؟ هو اصلا كان بخير، كنا مزيانين بخير، حتى حاجه ما خاصها على الزوج. راجلك باقي صغير في العمر؟ باقي صغير، هو عاد راه صغير مني انا، ولكن دابا مع العمر عنده 33 فهمتي. وكنا مزيانين، حياتنا بخير، كان خدام بالقليل ولا بالكثير، عايشين مزيان، ما خصنا شي حاجه. قالوا غير مشكل كان مع الصديق ديالو ودار واحد لاكسيدو، وعندي واحد النهار خارج لابس حويجو بحال بحال دابا انا، هو سالى الخدمه في العشيه وصاحبه قال له نمشيو نضربو غير دويره. هو صاحبه عادي ما فيه والو، انا راجلي ايموفيليا صافي. واحد الايدوطا، الايموفيليا هي واحد المرض اللي كيخلي على انه الدم ما كيبقاش يتحبس الا بالرحم ولا ما كيتحبش ما كيتحبش، وغير اللي تضرب معاه باب ولا هذا لحمو كيزرق، لحمو كيزرق. الشعيرات الدمويه فيهم مشكل، هو كيخصو براوات، ودوك براوات غاليين بزاف. واخا ما علينا، خارج من خدمته، خرج هو صاحبو خارجين صافي، واحد ايدوطا دار واحد الكسيده. هو صاحبو ما عنده والو كيف ما قلت لك، ولكن راجلي مريض صافي، رجلو الرجل اللي طاح ليها دخل فيه بحال الحجر بحال هذا ومن بعد داك الحجر ما هو ايموفيليا زادوا ساعه وديك التقابي، واخا ديناه للسبيطار شي 3 شهور وانا وياه تما ما داروا والو. منين ديتو تما عاود لقيت عنده المراره، صدقنا درنا له عمليه على المراره صافي، الرجل ما داروا معنا والو. واخا الرجل غير تسمو راه غير تسلل شي، ما يبقاش غير بغيت يتحرك ما يبقاش، يعني كانت غير اكسيدون اللي ما تخيليش حتى حيت هو هكا ايموفيليا هكا دايرين فهمتي. ايموفيليا غير المهم كيخصك تعاملو بحال شي شكل شي بيضه، الا تهرس ولا هذا صافي، يعني رجلو دابا تقابل العام وهو مجبد، الرجل مازال ما كيتحركش ابدا اصلا. دابا راه خصو الترويض وما عنديش كي غادي ندير ليه، خصو بعدا كرسي متحرك، خصو الفلوس باش نديه يدير الترويض. دابا رجل والله الا معوجه، يعني كما كنصراو حنا رجلنا بحال هكا، هو هكا داير فهمتي. وهذوك التقابي، وهذوك التقابي باقي كل نهار كنبدل ليهم حاشا كيدوز منهم الماء، وهذا كل ما مره خصنا الدواء الحمار، خصنا بيتادين، خص داك كومبريس، خص بزاف د الحوايج. وانا داكشي ما صراحه والله الا تقهرت، حنا كنا غير على قد حالنا كل نهار بنهار، ولكن دابا صافي، يعني ديك المدة كاملة داكشي اللي كان عندنا صافي سالينا، غير العائلة والأصدقاء وهذا، حتى هما راه عياو. والمشكلة كبيرة بنادم عيا عيا الله غالب، وأنا ما نلومهمش حيت راه يعني كيقول لك كيعيا اللي يعطي وما يعينيش فهمتي. ودابا المشكلة الكبيرة خصني نخوي الدار، نص فراش بعتو، بعتي حويلك؟ بعت الفراش، فراش ديالي بعتو غير باش نشري له الدواء، اما حتى الماكله ما بقيتش كنضرب لها الحسبه. ما كتفكرش؟ ما كنفكرش انا في الماكله، كنفكر غير باش نشري له الدواء يولي بخير، كنقول اللهم رجلي يولي بخير ولا يموت. انا الا مات راه ما نكذبش عليك نقدر نتسطى، كتبغي راجلك؟ والله كنبغيه بزاف. ما انا ملي كان مريض في السبيطار تنقول له مصاك، وكان داكشي اللي فيك يجيني انا وما نشوفكش بحال هكا كتعد، قسما بالله دات واحد العاده ما نقولكش والله شخص حياتك بلا راجلك. ما نقدرش انا تنقولها له، تنقول له نموت انا ونخليك انت مرايا، وما نخلي ما تمشيش انت وتخليني، حيت ما نقدرش نصبر عليه في الصراحه والله. يعني عائلتك كانت هانيه؟ راجلك طريف معاك دارك؟ الحمد لله كانت حياتنا بخير بحالها بحال ايها الناس، ولكن صافي داكشي مكتوب الله، اللهم لك الحمد. دابا كنطلب غير من الناس يعاونوني غير باش نشوف، غير ما نتشرجش نمشي للزنقه. واخا نفرقوا فيها ما خلينا كنشوفك انت فطور على قد الحال.
والله اخويا ما بقيت كنضرب انا الحسبه، انا زعما كاينه فطور على قد الحال وداكشي اللي كاين ولا عندي عادي. هادي هي نيتك صافي، هادشي اللي كتب الله، اللهم لك الحمد. انا من هادشي كله كنطلب غير الله يشافي راجلي، اما انا مابقاش عندي مشكل ديال الماكله ولا خصني ولا ما خصنيش، والله ما بقى عندي مشكل. المهم انا واخا انت ام عندك وليدات، عندي وليد ومن غير هادشي انا كنخرج للزنقه راك عارف، كتكون دي وليد صغير معاك كيبغي هادي كيبغي هادي، شي كنشريلوش ما كنشريلوش الصراحه كنجيبو كيبكي. يعني مسكين انا كنبكي اكثر من الوليد الصغير، انا كنبكي اكثر من رمضان. الناس كيتقضوا تقضية رمضان وكيفرحوا وكيوجدوا، انا والو. واخا فرقت سلامك وكل يا ربي غير سهل الله في التقضية ديال رمضان. عيسان فرقت سلامك اخويا. اكل لا واش انا نعرض عليك في دارك هاك عطي لولدك شنو اسمه؟ نزار. نزار نزار دابا ما يجيش كيحشم حشمان. هاك هاك دير نزار، دير نزار بدا فرق ليها ماشي. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. اللي يقول لك الدنيا اش كتلو؟ قول حبيبي قول. طلعتك عطيتي راجلك؟ راجلي ما دابا ما يقصوش ياكل، حتى كيشرب واحد الفانيدة وكيجلس مدة واحد الساعة كنجيب له ما كياكلش بزاف اصلا، غير شوية بطبوط وحليب صافي. هادي ماكلاش هادشي هادشي اللي كياكل. ها هو الخير قدامي اللي لا غير في القسام. هادشي كله انا كنتمنى غير شي غير شي حاجه غير فين نتجمعوا، ما نبقاش ديما كنحط راسي على المخده ونقول غدا غنمشيو للزنقه غدا شي حاجه غدا، كنبقى خايفه ما نبقاش كنحس. راجلك حتى كرسي باش تبركي عليه ما عندكش والو. انت كتشوف اخويا هذا البيت هذا كان عندي عامر بالفراش، انت شوف بقى فيه غير سداري وبلا طلميطه بلا والو صافي. ما والله ما بقى كيهمني داكشي، تنقول غير راجلي ولي مزيان، ولكن ما غنشرد للزنقه راجلي اللي كان كما كنقول هو اللي كان كيسخن لي كتافي، هو اللي غيهز عليا، هو اللي غادي يديني لشي بلاصه، المهم نستقر. دابا هو عيان، هو ما غنلوموش، هو مريض مرض من عند الله. دابا كنقول انا فين غنمشي؟ بغيتي تخلي على راسك كيكون قال لنا صافي ما نقدرش نخلي عليه. تقدري تخلي عليه اصلا انا اصلا هو تزوجت انا وياه، هو كيبغيني وانا كنبغيه، تبغي هاد الكلام كنبغيه بزاف وما نقدرش انني نتخلى عليه والله. تخيل يعني معاك انت باقا صغيره باقا تزوجي باقا ديري باقا ما عندك الا ما لا تربطي حياتك معاه، ولكن انا تنقول مع راسي الا مشى هو ما غاديش نلقى شي راجل بحالو. ما تلقيش بحال راسك والله، ما نلقى بحالو حق الله، حيت هو كيفششني كيشري لي اللي بغيت وداكشي كامل اللي كان كيدير لي عاقل عليه ماشي غادي ننساه. قال لك انت الخير هو الحرام فهمتي صح، وهادو ما بنات الاصل اللي كيوقفوا في الحج ما نقدرش نتخلى عليه. كنت من غير تزوجتو على حب وكتبعو بعضياتكم، كنت منا غير ربي يشافي، كنصلي وكنطلب الله غير يشافي يا ربي امين. الله يشافي والله يخفف هادو ان شاء الله ما يكون غير الخير. كيما خليك بكا تبكي دابا ربي عاختي، كيبقى فيا الحال حيت ما تلقاش باش نشري له الدواء، كنخليه في الدار كيتقطع وكنمشي عند الفرماسي ما تيبغيوش يعطيوني الدو، كنقولو نحط لاكارت ما كيبغيوش. شحال هادي الدواء ربيع؟ عندو بزاف ديال الدواء، كنشري له غير النص، النص الاخر ما كنشريهش. لا حول ولا قوة الا بالله. واخا كنعرف رمضان واحد الشهر اللي كيبغي المصروف ولا شي، دابا غالا الاسعار، كتمشي للسوق بعد ربيعة كتقدي. كنمشي غير شي نجيب غير شي حاجة وهداك الشيء ما تيسر وصافي، مع دابا كلشي غالي راك عارف، يعني الدرويش راه ما عنده ما غادي يشري، انت كتشوف. المهم الا وجدت لقيت الخبز وكويس ديالاتي هذاك هو عندي الدنيا وما فيها، كنقول الحمد لله. ما تقضيش الا رمضان؟ ما تقضيش ما والو، الناس كيتقدم وانا غير كنشوف كنشوفهم كيشوفهم فرحانين وهذا كنقول اللهم لك الحمد. ربي كيقدر وكيعطف، واكيد غتكوني تبعتي الحلقات ديال برنامج ليلة ربيعة. فبرنامجنا كيدير واحد القفة رمضانية كنوع من الدعم، هو ماشي رياء بالحق، هادي بادرة بغيوها تعم برمضان ولا بلا رمضان. يعني الهدف من البرنامج هو اننا نحنو في بعضياتنا ونبغو بعضياتنا ونفرحو بعضياتنا باللي قدرنا عليه، وهاد القفة من نصيب ديالك. الله يدخل عليك بالصحة والسلامة وليداتك نشري في العناية. نشكركم بزاف والله فرحتوني، شكرا بزاف. شكرا هادشي اللي كان خاص الله يرحم الوالدين، ما راجلي اصلا كيشرب غير العصير.
الله يخلف عليكم ويعطيكم الخير. هذا رمضان ما كاينش تدخل عليا شي حاجه كاع. هذا قفة فيها الأساسيات اللي كيحتاجو. الله يخلف عليكم ويعطيكم الخير والله. هذا قفة خير راجلك. الله يخلف عليكم ويعطيكم الخير والله إلا اللي نفعتوني بزاف. كنشكركم بزاف والله. ما كاينش اللي دخل عليا شي حاجه وحق الله. طب وحدتي كانت قطع الله وهذا الشقه جلسان عندك. الله يخلف عليكم ويعطيكم بالخير. شكرا بزاف والراحه. وهذا الدقيق ديالك. الله يخلف عليكم. كيف جاتك هذه المبادره لاله؟ وصراحه تفاجات بزاف وحق الله ما كنتش كنتسناها. طيب بصراحه تفاجات وفرحتوني والله الا هزيتوا عليا واحد الحمل كبير. كنت ديما كنمشي للحانوت ولا هذا كنبقى نقول واش يعطي مش ما يعطي منين نجيب هذاك الشيء قليل. صراحه كنشكركم بزاف. كملي بعد صيامك ونتمنى بالخير يا ربي وتلقاي قلوب الخير اللي تبغيو يعاونوك. كنتمنى من الله المؤمنين المغاربه يعاونوا داك الشيء اللي كتب الله. داك الشيء اللي كتب الله يعاونونا به. شوفوا الرقم التليفون ديال لاله نعيمه في الرقم الهاتف ديال لاله نعيمه. الناس اللي بغيو يتواصلوا معاها فغادي يتواصلوا معاها بالرقم 06 93 61 37 77 32 12 07 ياكو هاد الرقم هذا. هو هذا خويا. واخا نعاودو الرقم هذا هو هاد الاولاني اللي فيه المكالمات ماشي هذا الواتساب. لا هذا الاولاني. رقم التليفون ديال هاد السيدة هو 07 73 06 93 61 07 73 06 93 61. هو الرقم ديال لاله نعيمه زوجة الشاب امين اللي اكيد طريح الفراش. نقدروا نمشيو عندو نشوفو امين خليه يعني بصح لانه بواحد الظروف صعيبه. الله يحد له الباس يا ربي والله يخفف منزل. مشاهدينا الكرام هكذا بقى لي غنقول لكم حلقتنا مفطور بطاطا وصلت النهايه ديالها. تلقاو في الخير.